لي قلبي عليه؟ كان عندي مشوار. وين هذا المشوار؟ بعدين ببقى بحكي لك. هلا المهم قول، في ثلاث زلم بدي اياك تسالي عنهم من كل بد. ايوه، شو في من وراهم هدول؟ بعدين ببقى بقول لك شغلي على الحارك. وليش مو هلا؟ لك اخي بعدين ببقى بحكي لك. هدول الجماعه، واحد بالعماره، واحد بالانواد، واحد بالدرويشيه. ايوه، وشو اسمهم؟ تاركني عم بستناك على نار، قلي لإمتى؟ الله يصلحك يا أمي. طيب ما تنامي وتريحي بدنك؟ يو، اسمعوا على السمعة، وشلون بده يجيني نوم وابني بكري وجسر بيتي برات البيت؟ قلي شلون؟ الله يخلينا ياكي يا مو، ما حلك تحفظي إنه أنا كل يوم بالليل بجي متأخر؟ يا حبيبي، الفرنساوية من مكان لمكان وما تركوا أمان بالحارات. إلون يوم يا مو. آمين. إلون يوم. آمين. الله يخلينا ياك يا امي، فيكي نامي وريحي لي بدنك. يرضى عليك. تصبحي على خير. وانت من اهلك. نوم العوافي تقبرني. الهي يحميك انت واخوك وشحتنا. السلام عليكم عمي. أهلين سرور. وصل عبد الجبار أفندي ومعه البضاعة من حلب، وقال بدي يشوفك ضروري ضروري. شرف. شرف عمي، شرف. هالمرة نفذت ورحت بشفاعة شغيلك يا عزيز. بس وين بدك تروح لمني؟ لك وين؟ تروحي عند ابوك يا عمو؟ ايه بدي روح. تعي لاختك لعنده، تعي. كرفقاتي سالوني منن لك هالطوق ومنن لك هالطوق. يوه، وانا كمان كرفقاتي مره سالوني منن لك هالطوق ومنن لك هالطوق. امي، قوموا انتوا وياها ساعدوني جيبوا الصحون، ما بقى الا يجي ابوكم. حاضر يا مو. شو وين اخذكم وش الساعد؟ ما بعرف، كانت حركة شو لهون يا مو. يوه، لك امي هي اختكم صغيرة، كيف تاركينا لحالها؟ هلأ زوق عليها شي غرض موعود ونخلص من أبوكم. ركضوا ركضوا دوروا عليها، ركضوا يلا. حاضر يا مو. سرعة. مسكي عمي، مسكي كلية التفاحة، مسكي. جوعاني ما هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو اسمك عمي؟ شو صفافة؟ ايوه، خير ان شاء الله خير. يا ماما، يا ماما، شو في؟ وش الساعة مو باينة يا ماما؟ يوه، كيف ما لها باينة؟ وين بدها تروح يعني؟ ما بعرف. نطي امي، روحي على غرفة ابوكي دوري عليها، يلا. شفتها هونيك، ما في حدا يا ماما. يوه، وين يعني بدها تكون راحة؟ بدها تكون طلعت على الأسطح تلعب بالغسيلات يا مو. يوه، قولي على قاطي. وش السعد يا مو؟ أنا ما رح طول. مش يا عمي، حضروا 30 سجادة تبريسي لبين ما يرجع عم تجبر أفهمي. يا بي يا بي يا بي يا بي. خير يا بي. يا بي اختي وش السعد يا بي. شو بقى؟ فقدناهم، ما تلاقيناهم كل البيت يا بي. شو؟ قلبنا البيت ما
سبقاني تحتاني وما كنا نلاقيها يعني. يا لطيف ليش معك عمي؟ وين تكون راحت البنت؟ عليم الله ما يصير عليها شيء ليرو في عمي أبو طالب. سألتوا عند الجيران؟ ما سألنا حدا يا أبي. شو في بيت التحسين؟ أمرك يا أبي. أنت يا بيت أبو مأمون. يا أبي. أم طالب. شو هذا بسمعته يا أم طالب؟ وين البنت؟ الله وكيلك كانت عم تلعب قدامنا وفجأة ما عدنا لقيناها، قلبنا الدنيا عليها فوقاني تحتاني وما كنا نلاقيها. الله وكيلك وين بدك تروح يعني؟ لك وين؟ والله دورنا عليها أوضة أوضة ببيت الموني على الأسطوح. الله وكيلك ما كنا نلاقيها ما كنا نلاقيها. رندي دوري عسى تكون نايمة هون هون هون. حركي. وين البنات؟ مريم وصالحة وينو؟ بعدتوا يدوروا عليها عند الجيران. صالحة صالحة لقيتيها؟ لا. وانتي؟ لا امشي يا بي. شو يا بي؟ اختي وش الساعد مالها اثر بكل بيوت الحارة يا بي. الله اكبر. قولي على امتي قولي على طولي. لك حاجة بقى. قولي على امتي. لك لا تفولي على البنت. يمكن هي يمكن هي. دخيلك يا رب دخيلك يا رب دخلك يكون ملقوة. السلام عليكم عمي. عليكم السلام. اجينا نطمن على صغيرة عمي. لحد هلا ما صار شيء ما لقيناها. لا حول ولا قوة. سعيد خبري اللي سمعناها؟ هذا اللي صار يا اخوان. وين بدها تروح يا عمي وين؟ خلونا ندور عليها احسن واقفين هون. يلا يا رجال. انا رايح على المخفر. يلا يا عمي يلا. اي نعم يا مجيد افندي. انفقدت ومبين الاثر. وايه ما صار هذا الشيء يا ابو طالب؟ من شي ساعتين زمان. طمن بالك يا ابو طالب ولا تاكل هم، انا هلا بتصرف، رح نبعت دورياتنا تتحرى على البنت. بتكون فضلت على راسي من فوق يا مجيد افندي. ولو يا ابو طالب، ايه هذا واجبنا والبنت بنتنا، طول بالك. ابني اعطيني لطفين. رهيب لطفين. وش السعد بنت عمك ابو طالب الانواتي ضايعه. بتشكل 3-4 دوريات وبتطلع الدورة عادية، ما بترجع حتى تجيبها معك. يلا تحرك. طمن بالك ابو طالب، هلا خلال كم ساعة بتكون البنت بين ايديك. الله يسمع منك، الله يسمع منك بجاه النبي محمد. ما بعرف ليش عصصني قلبي. روق يا ابو طالب ولا تخلي الشيطان يوسوس بعقلك، هلا خلال كم ساعة بتكون عندك البنت. يا رب توقع بين ايدي الناس بيخافوك يا رب. يا رب عليك يا رب. يا رب عليك يا رب. خبرية دخيلك. لك شو ها؟ لك شو هالمصيبة هاي؟ كيف صار؟ مصيبة 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 مصيبة. بتقطع عليك يا عم طالب. بنت بهالعمر وين بدها تروح يا جماعة؟ دورتوا منيح دورتوا منيح. دورنا دورنا ما خلينا ابني. دورنا دورنا. طيب شو ساويت وشو عملتوا؟ ابو طالب راح على المخفر ولهلا ما رجع. ان شاء الله خير. والباقي على الله. ان شاء الله خير. شرفوا انتبهي على مهلي. شرفوا تفضلوا تفضلوا. يا رب دخيلك يا رب دخيلك يا رب دخيلك يا رب دخيلك يا رب تحمي هالبنت بحماك يا رب. في الضبايا يا رب دخيلك يا رب دخيلك يا رب يا رب دخيلك. ان شاء الله خير ان شاء الله بيجوا لنا اخبار منيحه. يا أهالي العلوات الكرام يا أهالي العلوات الكرام. الحاضر يعني بالغايب. الحاضر يعني بالغايب. بنت اخوكم ابو طالب وش السعد ضايعه واللي بيلاقيها اجره وثوابه على الله. يا اهلا. لا حول ولا قوه الا بالله. شو هالخبريه اللي ما بتنسمع؟ الله اكبر الله اكبر. هي البنت كثير عزيزه على قلبهم ابو طالب. شو السيره يا مختار؟ والله انا خبرت مثلي مثلكم هلا رايحين لعند عمكم ابو طالب لنعرف شو السيره. ايوه الله يكون بعونه. امين. الله يرضى عليكم عميم. يلي بيسمع اي شيء عن الصغيرة يخبرنا. لك لك على المختار. شرف اخي والله. هلا بيكون ابو طالب قلبه فاير من القهر والزعل، بلكي بتخفف عليه شوي. شرف سيدنا شرف. منين اجتوا هالمصيبه؟ لا حول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله لا يضره الله لا يضره. امين امين يا رب.
والله ابو طالب ما بيستاهل لك الخير. اي والله اي والله. على كل يا جماعه الخير، البنت طلعت من البيت وما عرفت ترجع لانه صغيره. يلي بيشوفها باي حاره من حارات الشام فورا يجيبها لبيت ابو طالب. يلا يرضى عليكم. يلا كل مين على شغله. الله يعطيكم العافيه. شرف ولا قوه الا بالله. علينا اخي. كيفك مزيك؟ الله يرضى عليك. ما شاء الله. مين البنت الحلوه اخي؟ ايوه ان شاء الله اشوفك حامل اولادك على ايدك قبل ما اموت بجاه سيدي ربي. يو مين هالبنت الحلوه؟ بنت تاجر حلبي صاحبي يا عمو. هاتي عنك. ايه اهلا وسهلا. وشو جاب هالبنوته الحلوه بقى من حلب للشام يا روح امك؟ ابوها نزل على الشام يا عمو عنده شويه شغل. ايه عم جاب معه العيله. حاكم مرته شامية، وقال الصبح هو طالع من البيت دبقته صغيرة إلا بدها تطلع معه، قام حن قلبه عليها ونزلها معه على الفرن. الظاهر إنه مدلل عنده كتير. إيه هو عندي بالفرن إجته شغلة مستعجلة، قام تركها عندي، قال بيبقى بيرجع بياخدها بعدين. إيه أهلين وسهلين ومرحبتين بالأمور الحلوة الظريفة. ما شاء الله شو حلوة البنت. قولوا بسم الله يا جماعة، قولوا بسم الله. أم كأنه صغيرة جوعانة يا أموها. ما عاش الجوع. تعي تيتي. روحي يا عمو روحي. تعي تعي لعندي. تعي أهلين وسهلين. إي والله ونحن كمان جوعانين. بس أخوك حمزة الله يرضى عليه وعلى اسمه ما قبل يقعد على الصفرة وإنت مالك موجود. شو علي؟ شرفوا أخي. يلا شرفوا. يلا بسم الله. يلا تيتي. يعني عن حق جوعاني هالبنت. كل مطرح ما يسري يمري. يا أهلين وسهلين بالأمورة الحلوة. شو اسمها البنت أخي؟ والله يا أخي أبوه قال لي شو اسمها. والله وراء عن بالي. لازم يكون اسمها حلو كتير. خزية العين بالجنة. شو اسمك تيتي؟ وش وش صعصع. وش صعصع؟ اي والله صعصع بعيدة كتير. شو شك صعصع؟ في عادة بيسمي صعصع. يا حبيبة قلبي يا عمري انتي. تعي تعي تعبريني. تعي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا طولي بالك. طولي بالك يا عم طالب. رح تقتلي حالك. لك مش عارفتك ولك اختي. بنت بخير ان شاء الله. رح ترجع لك سالمة غانمة الا ما يلاقوها. بس انتي اهدي وصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. لك بعدين كتير اولاد بضيعوا يوم ويومين وبعدين بيلتقوا. يعني وين بدها تروح؟ رجال الحاره والله من وقت ما سمعوا هالخبريه لا هدي ولا كنوا. رح يلاقوها. رح يلاقوها ام طالب. الله يسمع منك يا محمد. الله يسمع منك. وبعدين انت انسانه مؤمنه وهذا امتحان من رب العالمين عم يختبر فيه صبرك بعلم التلاكي. طولي بالك حبيبتي. طولي بالك الا هلا ما نسمع خبر يبرد قلبك وقلوبنا بجاه سيدنا محمد. الله يسمع منكم. توكلي على الله. توكلي على الله. تكلنا على الله. تكلنا على الله ونعم الاتكال. دخيل اسمك يا ربي دخيلك. لك تسلم لي الضحكه شو حلوه ونعمه ومكدبه. شو هاد يا تيتي؟ شو هالطوق الفريد يلي ماله مثيل؟ مينو هاد؟ افتحي الباب. يو مينو انت وشو بدك؟ بدنا محسن موجودا. شو بدكم من محسن لك ابني؟ هلا بلا كتر حكي وافتحي الباب. اذا ما فتحتي الباب رح نخلع الباب ونهد البيت فوق روسكم ويكونوا بعلمك البيت محاصر من اربع جهاته وما في مفر. محسن ماله هون يا ابني. نحن متاكدين من وجوده بالبيت واذا ما سلم حاله رح نهد البيت فوق روسكم. ها يو ليش شو عامل محسن؟ بعدين بتعرفي شو عامل. بس ماله هون لك ابني. والله ماله هون. اذا كنتي صادقه بكلامك افتحي لنا الباب وخلينا نفوت نتاكد. بس يا ابني ما بيجوز تفوتوا على الحريم. انا لحالي. لك هلا حنخلع الباب ونفوت بالقوه. ما بصير الحكي. شو هاد؟ اذا ما فتحتي الباب رح نخلع الباب ونفوت بالقوه يا حرمه. طيب لحظه لاخذكم طريق. لحظه. الله يرضى عليك يا رب. الله يحميك بجاه القران. عيدك قطع الاسطوح. شفنا شو صاير بالحارة. روح. اوه لك شو صار معك يا حزين؟ عباس الفرشاوي محاول.
شاي يا أبو، هي أكيد شاي. قل والله أعلم. خليك وانا حمزة، انت بدير بالك على امك. انت دير بالك على حالك يا مو. شو صار معك يا عباس؟ جايين ياخذوا محسن من بيته للدار، بس شباب الحارة شركوا نصهم ونصهم الثاني هرب، ونحن بدنا نكمل عليهم اذا على راد يا مو. أنا جاي معك أخي، جاي معك. جيب السلاح بطريقك حمزة. لا يا عباس، أخوك صغير على هالدعكة دخيلك. لا يا مولا، حمزة صار بضاي ورجال، مي حلوة يضل قاعد بالبيت ورجال برا بالحارة عم تتقاتل. والله أخي والله. دعينا يا مو، دعينا. الله معكم. الله يحميكم. الله ينصركم على عداكم. يا ربي دخيلك. يا ربي دخيلك تحميك. Bus!